يلعب ريال بيتيس حيث سيشهد مواجهة مزيانة من السيارات وكذلك الجماهير الجزائرية. العالم الجزائري حضر في هذه المحاضرة. أجواء حماسية قبل المقابلة الودية المرتقبة هذا المساء على هذا الملعب، ونحن بجنبات هذا الملعب حيث يتوافد مئات إن لم نقل آلاف الجماهير المغربية التي ستشاهد المقابلة، ستشجع المنتخب المغربي في هذا المقابلة الودية الحاسمة كذلك استعدادا للمونديال العالمي الذي سيقام الشهر المقبل إن شاء الله في قطر آخر شهر 11 إن شاء الله. وأنهم متشبثون بوطنيتهم. مدينة إشبيلية عاصمة الأندلس ستشهد هذا المساء في ملعب ريال بيتيس المقابلة الودية التي ستجمع المنتخب المغربي في نظيرة باراغواي. Oh,
الكره انتم دايرين في هذا النقل المباشر امام ملعب ريال بيتيس والذي سيعرف مواجهة المنتخب المغربي ضد نظيره باراغواي استعدادا للمونديال العالمي الذي سيقام في وقت شهر رسمي قطر. اذا الجماهير المغربيه متحمسه كما العاده ودائما اين محل وارتحل المنتخب المغربي. اليوم الساحة في الجارية